السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. قناة اللي غادي تلقى فيها إن شاء الله الفروض اللي غادي يعجبوك وغادي يزيدوا بك القدام ويزيدوا بالمستوى ديالك إن شاء الله وتجيب نقاط مزيانة إن شاء الله في الفروض. كذلك غادي تلقى الدروس وكذلك غادي تلقى الامتحانات الإشهادية بالنسبة للمستوى السادس الابتدائي والفروض بالنسبة لجميع المستويات إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة مادة النشاط العلمي المرحلة الثالثة المستوى الخامس ابتدائي الدورة الثانية. إذا نبدأ على بركة الله، عندي 4 ديال الأنشطة، نشاط باللغة الفرنسية و3 ديال الأنشطة باللغة العربية. النشاط الأول هو هذا، لا بروميير اكتيفيتي هو هذا، على 3 ديال النقط. جو كونسيدير لي ميلونج او بلوس سيل دوني دون لو تابلو سي دوسو. جو كومبليت سو تابلو par les valeurs des masses manquantes. Donc, اعتبر شنو كنعتبر هذا الخليط لي ميلونج ديالاش الماء والملح دوني دون لو تابلو سي دي سو اللي كاين هنايا، هنايا الماس دو يعني كتله الماء، هنا ماس دو سيل يعني كتله الملح، هنا ماس دو ميلونج يعني كتله الخليط. دونك الكيستيون هو هذا السؤال. جو كومبليت سو تابلو بار، غادي نكمل هذا الجدول باش بلي فالور دي ماس مون كونت، بالقيم ديال الكتله اللي ما كايناش يعني المفقوده هنايا. اذا ماس دو، ماس دو سيل هذا ما غنجمعو مع بعضياتهم كيعطيونا لا ماس دو دو ميلونج بطبيعه الحال، لانه حنا كنعرفوا بان الكتله تنحافظ عند مج مكونات واحد الخليط. اذا المجموع ديال الكتل داك المكونات هي نفسها كتلة الخليط، مفهوم؟ إذا هنايا إلا كانت لاماس دو 80 غرام ولاماس دو سيل 20 غرام، فإن لاماس ديال الميلونج شحال؟ 100 غرام بطبيعة الحال، 100 غرام 100 غرام. إلا كانت 50 غرام لاماس دو، لاماس دو سيل شحال خاصها تكون باش يكون لاماس دو ميلونج 55؟ غتكون 5 غرام. الكتلة ديال الماء شحال خصها تكون مع الكتلة ديال السيل 25 غرام باش تكون الكتلة ديال الميلونج ديال الخليط 50 غرام؟ من طبيعة الحال خصها تكون 25 غرام. باش علاش؟ لأن باش 25 زائد 25 تعطينا 50 غرام، هنا 50 زائد 5 غرام تعطينا 55 غرام، وهنا 80 زائد 20 تعطينا 100 غرام. يعني هنايا الاستنتاج اللي ممكن نوصلو له وهو الكتلة، أن الكتلة لا تتغير مع خلط مكونات خليط معين، لا تتغير الكتلة الإجمالية لمكونات خليط بعد خلطها، مفهوم؟ مزيان. غادي ندوزو الآن إلى النشاط رقم 2 واللي عليه 2 ديال النقط. انتبهوا معايا، أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة. أنا عندي 3 ديال الجمل، غادي ندير علامة في أمام الجملة الصحيحة فيه. تزداد كتلة حديد بعد انصهارها. إذا واحد القطعة ديال الحديد، قطعة ديال الحديد هنا مثلا إلا كانت عندها، إلا كانت فيها مثلا مثلا كيلوغرامين، مثلا 2 كيلوغرام، غادي من بعد ما تولي منصهرة، تولي منصهرة شنو غيولي فيها؟ واش غتولي الكتلة ناقصة مثلا يولي فيها غير 1 الكيلو؟ هذه عبارة خاطئة بطبيعة الحال. دوزو العبارة الثانية، تنقص كتلة حديد بعد انصهارها. إذا من بعد ما تنصهر عاوتاني هاد القطعة ديال الحديد غادي تنقص، هنا قلنا غادي تزاد يعني يولي 3 كيلوغرام، إلا واش يمكن لها ترجع 1 كيلوغرام؟ لا. اذا العباره الصحيحه بطبيعه الحال هي لا تتغير قطعه حديد بعد انصهارها، صحيح. هنايا خصنا نزيدو لا تتغير ماذا؟ كتله قطعه الحديد، يعني واحد القطعه ديال الحديد الكتله ديالها ما كتغيرش بعد انصهارها. لماذا؟ لان الكتله لا تتغير بعد تغير الحالة الفيزيائية، يعني حالة المادة. هنايا المادة كانت صلبة غادي تولي سائلة، وبالتالي واش غادي تغير الكتلة ديالها؟ لا، ما كتغيرش، لأنه الكتلة لا تتغير مع تغير حالة المادة. مزيان، العبارة الصحيحة هي هذه، لا تتغير كتلة قطعة الحديد بعد انصهارها. ندوزو للنشاط الثالث، انتبهوا معي دائما. نشاط رقم 3، أصل بخط التقنيتين المناسبتين لفصل مكونات خليط متجانس. إذا غادي نصل بخط التقنيتين المناسبتين، جوج ديال التقنيات كيمكنوني من فصل مكونات خليط متجانس. إذا لفصل مكونات خليط متجانس الماء والملح نستعمل تقنيتين. إذا دابا الماء والملح، ملي كنضيفوا الملح على الماء وكنحركو مزيان، داك الملح كيدوب في الماء بطبيعة الحال، يعني داك الخليط كيصبح خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة. ما يمكنناش نميزو الملح عن الماء، صافي، إلا إذا ولا مشبع. إذا باش نفصلو في داك الحالة ديال أنه يكون خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة، باش نفصلو ما بين المكونات
ونحصلوا على الملح والماء مفروقين، خصنا نديروا جوج ديال التقنيتين. شنو هما التقنيات؟ هما التبخر والتكاتف. غنديروا التبخر والتكاتف. التبخر والتكاتف هما تقنيتين يمكنان من ماذا؟ من فصل مكونات خليط متجانس. أما بينما التصفيق والترشيح كيمكن لنا من فصل مكونات خليط غير متجانس. غير متجانس كيمكن من فصل مكونات خليط غير متجانس. ندوزو للنشاط الرابع والأخير، انتبهوا معي دائما، نشاط صحيح أو خطأ عليه جوج ديال النقاط كذلك. أجب بصحيح أو خطأ. إذا هنا عندي ربعة ديال العبارات، وهنا غادي نكتب صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ من طبيعة الحال. كتلة جسم هي كتلته، إذا هنايا العبارة خطأ، هنايا الكتابة خطأ، هنا خصنا نكتبو وزن جسم. وزن جسم هي كتلته، واش الوزن ديال الجسم هي الكتلة ديالو؟ هنا عبارة خاطئة، خطأ. لماذا؟ لأنه كاين اختلاف ما بين الوزن والكتلة. الوزن هو وزن الجسم أو قوة التي تفرض الأرض عليه، أو قوة الجاذبية. بينما الكتلة هي كمية مادة الجسم، كمية مادته. بالنسبة للكتلة الوحدة ديالها هي الكيلوغرام ولا الجرام، بينما الوزن ديال الجسم الوحدة ديالو هي النيوتن، ويحسب بالدينامو متر، بينما الكتلة تحسب بالميزان. العبارة الموالية: التبخر هو تقنية فصل مكونات خليط متجانس. التبخر كيمكننا من فصل مكونات خليط متجانس، صحيح، لأنه بطريقة ديال التبخر كيتمكنه من فصل مكونات خليط متجانس، بحالاش مثلا بحال خليط الماء والملح، الماء والسكر إلى غير ذلك. يمكن تسريع الذوبان بالتحريك فقط. إذن واش يمكننا نسرعوا الذوبان فقط بالتحريك؟ يمكننا نسرعوا الذوبان ديال واحد الجسم صلب مثلا في واحد السائل بالتحريك، وكذلك ورفع درجة الحرارة. صافي، الحرارة. وبالتالي هنايا هذه العبارة هذه خطأ. باش تكون صحيحة خصنا نزيدو هذه الجملة هذه. المحلول خليط غير متجانس. المحلول هو خليط غير متجانس. واش هذه العبارة صحيحة ولا لا؟ باش نسميو واحد الخليط عبارة عن محلول، خصو بطبيعة الحال يكون متجانس، يعني لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجردة. إذا المحلول هو خليط متجانس وليس العكس. إذا هنايا عبارة خاطئة، خطأ. المحلول خليط متجانس وليس غير متجانس، مفهوم؟ وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرد من فروض المراقبه المستمره ماده النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي النموذج رقم 2. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه التربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.